هذا الممر الممر الرئيسي لدخول الملاك في صالة همة الطويق في مهرجان الملك عبد العزيز. حرصنا أنه يكون هذا الممر يحمل يعني هوية المهرجان وكذلك يحمل قصص الإبل في المهرجان من خلال النسخ السابقة. خلونا نبدأ في قصة الشداد، كيف انطلق وكيف أيضا تنافس اثنين من منافسة شرسة جدا من خلال مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة. كان المميز في النسخة السابقة هو نسخة الشداد، انطلق بتغريدة من الشيخ فهد بن حثلين عن استحداث منافسة جديدة للشداد، واللي هي تجميع النقاط بمسمى تنافسي ويطلق عليه راع الشداد في النسخة الحالية، يقصد في النسخة السادسة. من هنا أعلن النادي كيفية الحصول على النقاط، ومن هنا أيضا صورة الشداد وشكله وبداية السباق وبداية بالإبدان في تجميع النقاط وتصدره في بداية المهرجان. ومن هنا بدأ مبارك الدبوس في التنافس مع بالإبدان، واحتدمت المنافسة حتى اليوم الأخير من المهرجان لتكون الفارق بينهم نقطة واحدة، 785 نقطة للفائز في المركز الأول اللي هو مبارك الدبوس. طبعا الممر ليس فقط الشداد، لا، الممر يحوي صور متعددة التقطها مصور النادي في عدة مواقع مختلفة، سواء في البحر الأحمر، في القنفذة، في الربع الخالي، في العلا، في مناطق متعددة من السعودية. على الجانب الآخر أيضا هناك لقطات تاريخية التقطها مصور أرامكو في فترة يعني قبل 40 و50 سنة، التقطوا صور رائعة جدا للإبل وأهدونا شركة أرامكو مشكورين عدد من اللقطات لنضعها في الممر المهم، هذا الممر اللي يعبره الملاك. أيضا هنا قصة لهذه الصورة، هذه الصورة التقطت في شمال المملكة العربية السعودية العام الماضي، وكان يعني في ربيع وكان يحيط بالإبل كمية هائلة من الجراد، واحدة من اللقطات اللي وقف أمامها كثير من الزوار. لم نكتفي، هي ثلاث ممرات صور، أول شيء انطلقنا من الشداد وبعدها انطلقنا من الصور التاريخية وبعدها الصور الجمالية، هذا أيضا تحوي أجمل الصور عن الإبل، صور في الربع الخالي لأحد الملاك الذي التقيناهم في الربع الخالي، صور للهجيج، صور للإبل حول الماء، صور لمشاركة نادي الإبل في اليوم الوطني في الدرعية، وأيضا صور متعددة لمشاركة نادي الإبل في يوم التأسيس في مركز إثراء الثقافي التاريخ العظيم الموجود في الظهران. طبعا المقصد من هذا الممر ثقافي تراثي حضاري، شاهد الإبل كيف هي في السابق، وشاهد التنافس الحاصل في أهم واحد من أهم المسابقات في مهرجان الملك عبد العزيز اللي هو الشداد، وكذلك الصورة الجمالية في الإبل. هذه ثقافتنا وهذا تاريخنا وهذا حضورنا.